يعني مثل اي عيد يعني كل يوم شهيد جريح قتيل. نعم وهذا الامر الموجود عندنا بالمخيمات يا اخي. والله ما شو محتاجين الناس لا حول ولا قوه. والله ما عندنا نجيب شيء على العيد يعني ما من الناحيه الماديه بنجيب حلو كل شيء غالي وما في الناس مستويه. الله يكون بعون الناس يا اخي في المخيم. والله ما في شيء يعني ايش بتحضر العالم. والله ما نحن حاطين شيء نهائيا بصراحه. الوضع اللي هلا بالمحرر لا يسر لا الصديق ولا العدو. كذلك الامر هذا الكلام نحن نعرفه عند النظام بس اغلبنا عم يستر على هالمواضيع هي. الوضع سيء على الكل. انا نظرتي هي يمكن تكون سوداويه بس اظن الواقع هو ببرهن نفسه. والله ما راح نقضي غير مع الاولاد يعني مع بهالبيت. وين من نروح وين من نجي وين ما رحت وين ما جيت الله يكون بعون العباد. العالم مستوي شوب كثير ومعيشه صعبه. والله يكون بعون البشر يعني كيف ما تحركت اليوم العالم بدها تحط مصرات والله يكون بالعون. الله المستعان كل شيء غالي. مع اهلي واخواتي وهلا بما انه فتح مع بعض باب الهواء اجوا قرايبنا من تركيا واخواتي وعمامي واخوالي كذا عم نعيد مع بعض كلياتنا. الامور العيد يعني العالم كلها متفرقه كل واحد بيديرك ناس برا البلد كلها وعلى الله. امنيتي في العيد انه نخلص من هالوجع نخلص من هالأزمة. أمنيتي بالعيد يعم الفرح على الناس والله يفرج على أمة محمد أجمعين يا رب. أمنيتي للعيد الله يعيد على الأمة الإسلامية بالخير يا رب وبالفرج للعباد كاملة وللأسرى بالذات. الله يفرج عن كل معتقل كل أسير كل مظلوم. الله يفرج عن أهل سوريا. أمنياتنا بالعيد الفرج القريب على الأمة الإسلامية جميعا إن شاء الله وعلينا كأهل سوريا بالمحرر وعن الناس اللي تهجرت من بيوتها وضيعها ومدنها بالرجعة إن شاء الله وبعودة الحجاج على مكة المكرمة. والله كل طفل يفرح وتعم البهجة على كل الناس والفرح يدخل لصدور الناس والرضا رب العالمين. الله يفرج علينا بقى بأقرب وقت يا رب. هاي أمنيتي. نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج على المسلمين عامة طبعا وخاصة أنه سمعنا كلياتنا أنه هالسنة ما في حجيج بالسنة يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ترجع مكة المكرمة تضج بالحجيج مثل كل عام وخاصة في سوريا. نسأل الله عز وجل الفرج على إخواننا في المخيمات إخواننا في أماكن النزوح ويرجعوا على بلادهم آمنين سالمين إن شاء الله.